الأستاذ سركيس نزار، أهلا وسهلا بك معنا أستاذ سركيس. بداية، يعني الأنظار تتجه نحو قرار المركزي الأوروبي بالإضافة إلى ارتفاع مؤشر الدولار إلى أعلى مستويات له منذ مايو عام 2020، كيف أثر ذلك على أجواء العملات تحديدا اليورو والدولار؟ نهاركم سعيد. بالفعل ننتظر اليوم قرار البنك المركزي الأوروبي بعد قرارات عدة بنوك مركزية سبقته خلال هذا الأسبوع والأسابيع الماضية. الفدرالي الأمريكي رفع الفائدة 25 نقطة أساس، بنك كندا وكذلك رفع الفائدة ب 50 نقطة أساس. اليوم من المتوقع للبنك المركزي الأوروبي أن يثبت الفائدة عند المستويات الصفرية، حيث أن البنك المركزي الأوروبي الآن يواجه تحديات من ارتفاع هائل وقياسي في معدلات التضخم بحسب مؤشر أسعار المستهلكين عند 7.5%، لكن في نفس الوقت تأثر اقتصاد منطقة اليورو بالتوترات الجيوسياسية قد يجعل البنك المركزي الأوروبي يتأنى فيما يخص الفائدة، لكن في نفس الوقت قد يتبع اليوم البنك المركزي الأوروبي لهجة أكثر تشددا بخصوص سياساته النقدية. ومن المتوقع أن يعلن البنك المركزي الأوروبي عن إيقاف خطط تحفيزية متعلقة في برامج شراء الأصول التي كان قد أقرها خلال جائحة كورونا واستمرت طوال عام 2021. بما أننا نتحدث عن تشديد نقدي في البنك المركزي الأوروبي حتى أنه لا يطال أسعار الفائدة، نشهد بعض الارتفاعات الطفيفة في اليورو مقابل الدولار الأمريكي ليرتفع نحو مستويات دولار و9 سنتات أمريكية مقارنة بالدولار و8 سنت أمريكي تم تداوله بها يوم أمس. هذا الارتفاع الطفيف قد يستمر لبعض الوقت، لكن بشكل عام يبدو بأن الكفة لصالح الدولار الأمريكي على المدى الطويل بفعل توقعات الفدرالي. نعم سركيس، يعني أيضا لاحظنا تحركات واضحة لدى الين الياباني والفرنك السويسري كملذات آمنة، يعني ما يعني ارتفاع مؤشر الدولار هل يؤثر عليها على هذه العملات بشكل مباشر أم هو ليعني تحسن شهية المخاطرة؟ ما هي الأسباب التي تدفع الين الياباني والفرنك السويسري نحو التذبذب بشكل عام؟ بالتأكيد يؤثر مؤشر الدولار الأمريكي على أسعار صرف الين الياباني وكذلك الفرنك السويسري. الآن هنالك طلب ظهر على الفرنك السويسري في بعض الأيام بسبب التوترات الجيوسياسية، إلى جانب التوقعات في أن نرى تباطؤ اقتصادي عالمي بتأثير من ارتفاعات التضخم الهائلة. إذا تحدثنا عن الفرنك السويسري بحد ذاته فهذا الطلب طغى ارتفاع الدولار عليه ولم يظهر بشكل جلي في الأسواق المالية، كما نعلم بأن الدولار الأمريكي ارتفع بشكل عنيف مقابل سلة من العملات إلى أعلى مستويات منذ عام 2020، وهذا ما تسبب في ضغوط على الفرنك السويسري أمام الدولار، لكن الفرنك السويسري استطاع الارتفاع أمام بعض العملات الأخرى. أما بالنسبة للين الياباني فبعد أن وصل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ عام 2002، نتحدث عن أدنى مستوى للين الياباني منذ 20 عاما مضت تم التداول عندها يوم أمس، شهد هذا اليوم بعض الارتفاع. جاء هذا الارتفاع مرافقا لبعض التصحيحات الطبيعية بعد الانخفاضات الهائلة في الين الياباني، فشهد بعض الطلب الذي حصل هذا اليوم، لكن بشكل عام يبدو بأن الين الياباني الآن يتعرض لضغوط هائلة. أولا مصدرها مخاوف تباطؤ اقتصادي حاد في الصين، والصين هي الشريك التجاري والاقتصادي الأول لليابان، وبالتالي هذه المخاوف دفعت الين للانخفاض. وثانيا توقعات أيضا بنك اليابان المركزي الذي قد يحافظ على سياساته التحفيزية، فبعض الارتفاع الذي شهده الين الياباني هذا اليوم قد يكون محدود نوعا ما مقارنة في الانخفاضات الهائلة التي شهدها خلال هذا الشهر بل على مدى هذه السنة كاملة. نعم، محلل أول أسواق مالية في إكويتي جروب الأستاذ سركيس نزار، شكرا لك على كل